السلام عليكم ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في Table of Two Channel. اليوم غادي نقدم لكم الحلوة ديال الكونفيتور والكاوكاو أو الفول السوداني. اول حاجه غادي نبدا بها هي 150 غرام ديال السكر سنيده، 125 غرام ديال الزبده، و 80 مليلتر ديال الزيت النباتيه او زيت لوسيون ولا اللي متوفر عندكم. انا هنا غادي نستعمل الفانيلا اكستراكت، بالنسبه للدول العربيه يستعملوا سكر الفانيلا، وبالنسبه للناس ديال المغرب يستعملوا الفاني، ديك الخنيشه البيضاء اللي تكون فيها اما 7 غرام ولا 8 غرام. انا هنا غنستعمل معلقه صغيره. ضيفوا معلقه صغيره ديال الملح، انا هنا في المرحله الاولى خلطت بيدي، شوفوا نتوما اللي الطريقه اللي كترتاحوا بها خلطوا بها. كنضيفوا ثلاثه ديال البيضات وكنخلطوا عاوتاني. هنا كنضيف شويه ديال البيكنج باودر ولا خميره الحلوى للدقيق ديالنا، وكندير غير 350 غرام. ابري كنبقى نزيد في الدقيق على حسب الحاجه، وهنا يمكن لكم تعوضوا البيكنج باودر بالخماره الحمراء ديال المغرب. على هنا بديت كنحط 350 غرام ديال الدقيق، وابخي خاصتني واحد 100 غرام هي باش عطاتني هاد النتيجه هادي، خاص العجينه تكون بحال هاد الشكل هذا. وبالنسبه للتزيين غادي تحتاجوا البيض ديال البيض والكاوكاو. الكاوكاو من الاحسن انه يكون بالقشور ديالو، انا هذا هو اللي كان متوفر عندي، خديته من الستور ديال جاينت. كتبداو كتشكلوا في الكرات ديال العجينه ديالكم، كتحطوها في الابيض البيض، ومن بعد كدوزوها للكاوكاو باش كتهز داك الكاوكاو المهرمش، وكتوضعوها في اللاطه ديالكم، وكديروا واحد الحفيره بيديكم تما فين غديروا الكونفيتور. بغيتوا ديروه من قبل، يعني قبل ما تدخلوها للفران، او لا حتى تخرجوها من الفران، نفس الشيء نفس النتيجه كتعطي. يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الكونفيتور اللي حبات خاطركم. انا كيعجبني البيش ولا ديال الخوخ ولا المشمش، هذا هو المفضل ديالي. وكتبداو تعمروا في الحلوى ديالكم، كتدخلوها الفران على درجه حراره 180 درجه سلسيوس او لا 350 درجه فرنهايت، وانا خذت لي مده 15 دقيقه باركه. ما تنساوش ديروا ابوني او اشتراك او سبسكرايب باش يوصلكم الجديد ديالي، وإن شاء الله نتلقاو في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.